صوت الناي يروي قصة الإنسانية تماما كما تفعل الفلسفة. إنها تذهل وتسائل تاريخ البشر. العلوم لها ذاك المسماع الذي يتقاطع ويتجمع في هذا المقام اللائق، مقام جامعة أبي بكر بلقايد. القطب المتميز المتجسد بحق في التوق، المدينة في المدينة. عجيب هذا الفعل المعماري يجمع العلوم دون خلطها. يعود إذن إلى صانع العقل أن يشيد بتبصر الجسور الفكرية لتوحيد العلوم. حافز لا يمكن أن ينبعث سوى من العلم الأمي الفلسفة، ليلاقي هذه الظاهرة العالمية التي تجمع الصوت بالسكوت، الموسيقى. الفلسفة والموسيقى تناغم مطلق مزروع بهدي فطري في مخبر الفينومينولوجيا بجامعة تلمسان. ووالد هذا الملتقى الدولي الأول هنا في الجزائر. تعاضد فعال لتلتقي العلوم ولتحيا التخصصات المتعددة. مرحبا بكم. رسالة من منظم الملتقى يتلوها معا السيدة رشيدة قلفاط والسيد أحمد عطار. وعلام باي بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية يدير بدوره افتتاح الملتقى الدولي. الأخبار المأساوية في هذه الأيام الأخيرة تكرس لحظة صمت ترحما على أرواح 257 ضحية لفاجعة بوفريك. نفسح المجال للمحاضرين. 4 اتجاهات سوف توجه هذا الإبداع الفكري حول الثنائي فلسفة وموسيقى. المحور الأول يؤكد قرب الفلسفة من الكائن الموسيقي. رقصة استعراضية يديرها السيد عبد السلام طالب نائب مدير الجامعة لما بعد التدرج من جامعة تلمسان. من جامعة الجزائر السيد كمال بومنير سيحدثنا خلال عرضه عن الاستطيقة
والفلسفة في الزمن الصناعي من منظور تيودور أدورنو. من جمالية أدورنو إلى الفعل الموسيقي، السيدة سامية ساري لا ترى في ذلك سوى قياس واحد، الاجتماعية اللغوية من جامعة بورسموث بالمملكة المتحدة، تطرق في جملة أمور المفهوم المحوري لمحاضراتها: الموسيقى هل هي لغة؟ بين النجوم والألاتي ديسكا، الوضع الألماني، خبير الموسيقى دامي إيغاخت من جامعة إيفري فالديسون يرافقنا إلى استكشاف عالمه خلال الكون، عنوان معبر وزماني للتحدث عن القرن التاسع عشر، عن المستكشفين هومبولت، عن المجددين شولبرغ، أو عن الاستثناء الرومانسي الموسيقى النغمية أو اثني عشرية النغمية. وجهة نظر واعدة توحيدية لأبحاث العلم، الطبيعة والإنسانية. مناقشة ستتبع غنية بغناء المحاضرات بين جمهور تواق وبين ضيوف مرموقين. مؤتمر صحفي يجمع بين المنظمين والمشاركين، يستكمل هذه الجلسة النادرة بالجزائر فترة استراحية ذات النغمات المتعددة التخصصات، عندما يلتقي الفن الثاني بالثالث والخامس، يسدي بعضهم إلى بعض موعداً في استراحة الملتقى. لوحات فنية، عربسات ومنمنمات، يختمها شعر لحبيب بن مالك. بداية الحركة الثانية، مجموعة حول الفلسفة كانصهار الأجناس الموسيقية، جلسة تترأسها الأستاذة سامية ساري. فيصل المزوار، موسيقي وطالب دكتوراه من جامعة إيفري، يعطينا طابع مداخلاته المعنونة الهوية الموسيقية بين التفرد وتعددية التأملية، معرض يثير تباينا حول التغاير الصوتي، عملية جوهرية
من أجل حرية فنية أفضل. من الحرية الإبداعية نمر إلى خصوصية اللغة الموسيقية. زينب سلوسي بريكسي من جامعة تلمسان تتدخل حول هذا الموضوع، فسوف تسدي عناصر رذ ذوات الصلة. إذن لغة عالمية أم فردية؟ والآن محطة أخرى في شبه الجزيرة الهندية في البهار، من المدرسة العليا لبوكاني هيلين فلوري تأخذنا إلى اكتشاف فنون الميتيلا، رحلة تعليمية في عالم هندوسي وسنسكريتي. من لوحة الميتيلا نتعلم وجها كاملا حجبه الجهول، وهو الفن الخاص بالغنى والفلسفة الدينية. عودة إلى تلمسان مع المشاركة السامية للدكتور الغوتي بسنوسي، خبير الآثار المتخصص في علم جمال الفن الأول العمارة. عرض متناغم مبني على أسس الموسيقى والفلسفة لتشييد قلعة العيش معا. جلسة تعارضية مثيرة بين المتداخلين والجمهور. بالتوازي ورش عملي تقترح لطلاب الدكتوراه في الفلسفة استعراض بحوثهم، مواجهة مع قامتين الأستاذان أحمد عطار وكمال بومنير. ورشة العمل الأولى تجمع ما بين النظرية النقد والفني. الورشة الثانية تديرها شوكة الأستاذ شوق الزين، إنه يلتفت إلى المجال الجذاب السماع عند المتصوف. ميران شفوي مكون بامتياز لمتعلمين الفلاسفة. تغيير المشهد وانقلاب الأدوار، المتدخلون ينصتون والموسيقيون يؤلفون في قصر الفنون بتلمسان. تأليف كلاسيكي جزائري يقوده ببراعة الموسيقار الأستاذ حمي بن عثمان. متعة للعيون وفوق كل شيء للأذان تثمن هذه التنوع الصوتي. لغة عالمية في جو احتفالي. استئناف العمل مع الأستاذ مصطفى غوزي الذي يدير ويقدم الحركة الثالثة حول الأنثروبولوجية الفلسفية للموسيقى. سمير باشا من مملكة الحفصيين، موسيقيون من القلب وخبير في الموسيقى،
يؤدي بمهارة المدونة الجدلية بين الموسيقى وعلم الموسيقى. والعلوم الإنسانية كل هذه العناصر من شأنها أن تحاول أن تفسر الموسيقى، ولكن من الصعب مسك هذا السر. عودة إلى أرض زيانيين على إيقاع الأرجوحة، الأستاذة رشيدة قلفاط تخطب بدورها وببيان أضحى أسطوريا مفهوم الحوف على وضع تراث الموسيقى الصوتية. تسجيل الملاحظات ضروري لرحلتي عبر الزمان في ملتقى طرق الحضارات برفقة هذه اللغوية الأنثروبولوجية التائقة والتواقة. الأستاذ سواريت بن عمر من جامعة وهران يليج الرقص والموسيقى عبر توليفة من الفكر تتجلى من لدن العقلاني الفرنسي إميل أوغست شارتيه المدعو ألان. بعد الموسيقى والرقص، محمد ديب من جامعة معسكر يؤتينا بنظرية الأشكال، هدف هذا اللغوي في الأدب الإنجليزي هو بحث العلاقة بين الموسيقى والفلسفة في ضوء الجشتالية لكريستيان فان إهرنفيلس، نموذج تطبيقي على الموسيقى المثيرة لأحمد مالك. قسماً هذه النوتات الموسيقية تكسو في الأصل عنوان محاضرة الأستاذ بن شرقي بن مزيان من مدينة الأسد وهران، دقيق ويقظ، إنه يشيد بعالمية الموسيقى بالجزائر، لكن أيضاً بالفيلسوف الكبير صديق ديريدا مدربه جان لوك نانسي. الإيمان ليس الاعتقاد. والألمان يدركون قيمة مهندسها. مناقشة سوف تعلن كالعادة عن نهاية الجلسة مع أسئلة متعددة الصنوف. Décoller pour aller vers l'autre. Et c'est tout à fait le sens et la symbolique de la balançoire. Est-ce qu'on peut comprendre la musique comme une résistance? Je vais faire référence à l'histoire occidentale. Il y a un التقاء بالغيب. لماذا؟ لأن عندما نلاحظ مثلا في الحضرة لأنه سيأخذ مجالا كبيرا لأنه تناولته في منذ 10 سنوات. ولكن لاحظت يعني في قائمة يعني الأفلام التي ألفها عن الموسيقى. Je veux aussi attirer votre attention à une chose très importante. حوار سوف يستمر بالطبع حول قهوة، فرصة لتحية ولتشجيع المحاضرين التاليين. السفر عبر الزمن من الفلسفة القديمة
إلى الموسيقى الترتيلية الأستاذ سمير باشا من تونس سيكون الوصي على الوقت في هذه الحركة الرابعة والختامية نائب رئيس الجامعة وتعليمي السيد بن غبريت يفتتح حضوره بالشعر لأن لقاء الأحباب فيه المنافع أيا قرة العيون تالله إنني على عهدكم باكر وفي الوصل طامر الموضوع من أجل تعليمية تستند إلى طرائق البصرية الموسيقية والفلسفية محاضرة مدعومة بفيلم وثائقي للطفي بوشوشي فرصة لاكتشاف تأدياته الموهوبة من الطرب التلمساني الصنعة في وضع الباريتون توافق تدعمه ليندا تباني باحثة في الأدب إنها تدعون إلى السمو الصوفي والشاعري على قوام تسويغ روحي للموسيقى في معنى نفحات سلامة الروح fasse appel à la musique religieuse, fasse appel à des éléments qui participeraient à des rites sacrés, à des rituels sacralisés. رجوعاً إلى نصوص هوسيل أو الفيلولوجي موليني. J'aimerais simplement rappeler que si من المديونة الروحية لسيدي بومدين الأستاذ شعيب مجنونيف يجهر بعدة تبليغية الجدل وعلى هامتها الملحون شعر وما ركز الشعر صوت آخر وإيقاع آخر وكأنه إبداع آخر مقولة عجبتني مقولة مشهورة قالها توني غاتليف هذا المخرج السينمائي الفرنسي من أصول غجرية جزائري يتحدث عن التدوين بمناسبة حديثه عن عادة بيسارة الغجري العبقري جينغو رينهارت وشكر الله لكم حسن الاستماع والاستماع التدخل الختامي للأستاذ منيس بوخضرة من جامعة تلمسان سيكون فلسفيا بحتا تركيب منظم وعقلاني بين جدلية العقل والموسيقى وفقا لعمل جورج ويليام فريدريك هيجل المتميز المثالي الألماني ومعاصره فولكمان تشيرينغ ودون إهمال منظر الجماليات فان تشيلاق من أجل انسجام أفضل للآراء يتم تبادل مسنود بين الجمهور ومحاضره طبعا الحالة هذه إشكالية معروفة منذ زمن منذ نشوء الموشع الموشع في جزئه الأخير الخرجة أشكر كل القائمين على تمكين هذا المؤتمر شكرا لكم وصلنا إلى إيطاليا إلى نهاية اختتام هذه الأشغال العلمية فلاسفة وموسيقيون لغويون وعلماء الأنثروبولوجيا مؤرخون ومهندسون معماريون هذه الندوة قد جمعت في النهاية كل الفئات
وستؤاجر واحدا تلاوى الآخر كل المحاضرين. ما حصلنا عليه خلال هذه المداخلات كلها كانت يعني في المستوى وكانت في القمة، ولهذا أقول نجح العلم. شكرا. نقدم الشهادات إلى أساتذة. أول شهادة. بعد شكر المشاركين كلهم نأتي إلى بيان الملتقى، تصريح سيساهم في إقامة جسر بين التخصصات، مأمورية هائلة لكن يمكن إدراكها. ميسرة على وجه الخصوص من قبل السيد مصطفى جعفور رئيس جامعتنا، الذي في هذا الوقت الذي نختتم فيه هذا العمل قد أفضى إلى خلود الرجال العظام رحمه الله. وداعا سيدنا رئيس الجامعة، سنواصل العمل.